جايكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية، ونواصلوا استقبال ضيوفنا. معنا بالتليفون الكوتش خالد الغربي، ظهر لي مدرب تونسي في ألمانيا، صاحب فكرة وصاحب مشروع فريد من نوعه، خلينا نقول، وعنده أبعاد رياضية وكذلك اجتماعية، يطلع يحكينا عليه أكثر ويعطينا أكثر تفاصيل عليه. سي خالد، أهلا بك. عسلامة اسلام، مرحبا بكم، مرحبا بالناس مستمعي اكسبريس اسلام، وماشي على الاستضافه اسلام. اهلا وسهلا. دونك كوتش، كما كنت نحكي، مشروع كما قلت عنده زوز ابعاد رياضيه واجتماعيه، نحبك ناخذ ما عندك انت اكثر تفاصيل عن مشروع هذا. مرسي اسلام. مشروع هو اسمه مرحبا على طريق رياضه، يقوم به الاتحاد الرياضي بولايه برلين، والهدف منه هدف اجتماعي رياضي. الفكرة أنه مع اللاجئين والناس اللي جي معناتها جديدة لألمانيا، يحاولوا عطيق معناتها كرة القدم، يقوم استقطابهم. بالنسبة للأطفال يحاولوا كما نقولوا كل واحد معناتها حسب الإمكانيات نتاعو الفنية والتكتيكية، نحاولوا معناتها نقدمهم جمعيات مناسبة ليهم. وبالنسبة لل معناتها العباد الكبار معناتها اللي يحبوا عندهم كما نقولوا انتري باش يوليو دي زونترينور، قوموا بتكوينهم على مراحل متعدده، وبعد في الاخر نعمل لهم ليسونس سي اللي هي ليسونس الاتحاد الالماني لكره القدم، اللي هي تكون بالعربيه وبالالمانيه، باش بسرعه معناتها الاندماج يكون بسرعه ويقاوم معناتها مكانه في المجتمع الالماني. ليش إن من سوريا هكا ولا من عام بالاسكول؟ شوف معناها ما احنا مع كما نقولوا المجموعه اللي معناتها معها مع الناس كما نقولوا مجموعة معينة، سوريا، عراق، فلسطين، لبنان، حتى فما برشة توانسة، معناها مش لاجئين بركة، حتى لازم ميجري اللي يبدأوا في ألمانيا وعندهم انتري. نحن نشجعوا على العمل المتطوعي، وهذه معناتها مشروع من الاتحاد الرياضي لبنان كرة القدم، والفكرة كانت معناها معناها كما قلت مشيت ومشيت مع الأهداف نتاعنا، وإن شاء الله والحمد لله يا ربي قاعدين نقدموا. جاء جمعتين تالي قمنا بأول دورة للمدربين اللاجئين والأجانب، اللي هي كانت عربية ألمانية، الترجمة معناتها ترجمة عربية، وكانوا معناتها المدربين اللي قايمين بالدورة من الاتحاد الرياضي كرة قدم، ولقات صدى طيب، وإن شاء الله باش نكملوا معناتها مازالوا جزء من أخرين في الفورماسيون، إن شاء الله باش نكملوهم. كان معناتها الأوضاع قعدت نتاع على حكاية الكوفيد وكذا، إن شاء الله نكملوهم في سبتمبر وأكتوبر إن شاء الله. كيف يتحصلوا على السيليسانس نتاعهم إن شاء الله. بريفي المشروع تبع مدعم الدولة ولا تبع شنو بالضبط؟ هو مدعم الدولة، ويقوم معناتها تحت الاتحاد الأولمبي الرياضي بألمانيا، وفما 16 ولاية في ألمانيا، وكل ولاية عندها نفس المشروع، ما كل ولاية عندها اختصاص، كل ولاية حسب الإمكانيات نتاعها وحسب الوضعية الديموغرافية والوضعية الاجتماعية اللي في البلاد هذيك. معناتها نحن في برلين فيها برشا معناها معناتها في سكان الشرق، دونك نحن اخترنا نقوموا بحكايتي باش نجموا نقولوا معناتها ندعموا من الناحية الاجتماعية، باش يكون عندهم متنفس معناتها، باش الصغار ينجموا كما نقولوا يدخلوا في جمعيات. خاطر صراحة معناتها في ألمانيا الفكرة ولا الفيلوزوفية نتاع الجمعية الرياضية مش كما في برشا بلدان أخرين، تقريبا فما 8 ملايين ولا 9 ملايين منخرط في جمعيات رياضية في ألمانيا، اللي هو عدد كبير برشا. دونك الكولتور نتاع الجمعيات في ألمانيا يلزم الواحد يتعرف عليها قبل ما يدخل جمعية، خاطر فما برشا حاجات، فما برشا ديسيبلين، وفما برشا حاجات الواحد يلزم يتعلمها قبل ما يدخل جمعية. وذلك هو هدف المشروع، معناتها الأطفال نحاول نعطيهم متنفس باش يبعدوا على برشا حاجات، وبالنسبة معناتها كيما نقولوا الكبار يكونوا معناتها يحاولوا يخدموا عمل متطوعي باش يخرجوا من الكسباس اللي جاو، معناتها فما برشا عباد صارت لهم معناتها تروماتيزم وحشاي، نحاولوا احنا كيما نقولوا ناخذوهم وبشوية بشوية يقوموا باندماجهم في المجتمع. والحمد لله يا ربي وربي والتوفيق كما نقولوا ديما من عند ربي. قد عندكم اللي بديتوا كوتش؟ توا صار في دوزون تقريبا، خاطر كنت قبل في الاكاديمي نتاع بروسيا دورتموند، هذيك زاد قمت بالدراسات نتاعي وكذا شيء، ومن بعد نقلت لبرلين، وتوا البروجي عنده تقريبا عامين، ما قبلها كانوا عنده اهداف اخرى، فهمتني؟ انا تقريبا جي 40 جمعيه نخدموا معاهم، والجمعيات هذيك كما نقولوا نكونوهم، نحاولوا نعطيهم بعد نرافقوهم على طول العام. كما نقول عندهم دي كونسيبت باش الجمعيه هذيك تنفتح
على الثقافات الاخرى، مثلا كما نقولوا في الباج ويب نتاعها يكونوا بالعربي بالفرنسي، باش العباد اللي كما نقولوا ما يفهموش المان ونزلوا كي جاوا للبلاد هذيك يلقاو مثلا هو مثلا كما نقولوا يحب الجودو ولا يحب رياضه معينه، يمشي لغاديكا ديريكت يلقى انسان عنده كونتاكت معاه ينجم يحكي معاه باللغه كما نقولوا الفرنسيه والعربيه، ونحن نكونوا كما نقولوا نحن ديما الانترميديير ما بين الجمعيات واللاجئين ولا العباد القادمين جدد على المانيا باش يتم الاندماج. اي بعد عامين بدا يعطي الثمره نتاعو على البروجي ولا مازال؟ والله اول بوادر كما قلت لك سي ليسونس هي اول مره معناتها نقوموا بالتجربه هذه اللي هي بالنسبه لنا احنا معناتها نجاح كبير برشا. ثاني حاجه معناتها حتى وقت الكورونا وحشي كنا معناتها ناشطين معناتها اونلاين وخدمنا معناتها خدمه كبيره حضرناهم باش يعملوا سي ليسونس نتاعهم، خاطر معناتها كما نقولوا لي مو تكنيك بالعربيه وبالفرنسي مش كيما لي مو تكنيك معناتها بالالمانيه، دونك فما برشا خدمه فما برشا تحضيرات، والحمد لله كما قلت لك الجمعه الاولى تعدت لاباس ان شاء الله نكملوا. وبالنسبه للاطفال بدينا ب 30 طفل وتوا الحمد لله ربي عنا تقريبا 300 طفل مقسمين على خمسه مناطق في برلين، وفما امكانيه ان نكبروا في المشروع. وحتى معناها قعدت مع سعاد سفير تونسي احمد شرقه في برلين وان شاء الله فما فكره ان نهبطوا المشروع هذا نهبطوا لتونس، وكانت معناتها فما موافقه من الاداره نتاعنا الاداره الجهويه، وكيف كيف نفس حكايه من السلطات المحليه والسلطات كما نقولوا احنا من ناحيه السفاره في تونس فما كيف كيف معناتها بوادر طيبه وربي يوفق الجميع في قريب العاجل. في مال نتاعو نقصد فماش ملاعبيه حطيتوهم في جمعيات خرجوا ولا مازالوا؟ عندنا جوار تحت ال 15 سنه ما اكتشفناه نحن وتو يلعب في الهيرتا بي سي يلعب في هيرتا برلين، وعندنا واحد اخر يلعب في الديزيم ديفيزيون في اف سي دينامو، وعندي زوز مدربين انا بيسك عندي في معناتها كيما نقولوا في الوقت الفراغ نتاعي ندرب في الدرجه الثانيه الالمانيه تحت 15 سنه، عندي زوز مدربين معايا اكتشفناهم البروجي هذوما اللي هما حلمي عكرمي ومحمد امين بكر اللي هما زوز لاعبين معناتها يعيشوا في معناتها كانوا في تونس ويلعبوا مع المنتخب الرياضي دو مارسا والاتحاد المنافسين وجه لهم تحيه، وهما معناتها كيما نقولوا التيم نتاعي معناتها مساعد مدرب ومدرب حراس. الجنسيات تاع اللاعبيه شنو هما زوز قلت لي؟ زوز جنسيات واحد افغانستاني والاخر من سوريا. فماش توانسه؟ والله بصراحة توانسة حاول فما اكتشافات برشا فما مواهب توانسة من لكن نحن معناتها كما نقولوا أكثرية خدمة نتاعنا مع اللاجئين كما قلت لك ومعناتها لحد الآن ما فماش قلت لي فما جوهر تونسي معناتها نصحت به أنا ديجا قلت اللي هو راح نذكر الاسم بركة معناتها حتى اتصلت بالجامعة التونسية كرة القدم معناتها وعطيت اسمه اللي هو يلعب توا في بروسيا دورتموند فرجيني رمزي فرجيني يلعب في بروسيا دورتموند وان شاء الله معناتها عام الجاي باش يولي يلعب في الدوزيام ديفيزيون او البريمير ديفيزيون في المانيا مع كايزر سلاوترن. ما نعرفش قاموا بالدعوه نتاعو ما قاموش بالدعوه نتاعو كيكا ما نعرفش. قلت لي كوتش ناويين نجيبوا البروجي لتونس كيفاش بالضبط معناها شنو هي الفكره بالضبط في تونس شنو باش يعملوا معناها؟ شوف هي اول حاجه تبادل كيما نقولوا احنا خبرات فهمتني احنا حكينا مع سعاده السفير ما فماش معناها كيما نقولوا فما كانت معناتها الجلسه بدلنا المشروع حكيت له انا شنو كيفاش الامور معناتها تتم هوني كيفاش نقوموا بالاندماج كيفاش نقوموا خاطر هو بيدو كلي الي انتريسي خاطر فما مشكل معناتها تونس مشكله معناتها اجتماعيه الشباب ما عندوش متنفس ما فماش برشا اماكن وين يقوم بالرياضه معناتها باش يخرج الانرجي نتاعو هذه الفكره الاوليه توا قاعدين نحن من ناحيتنا نحن من الاداره قاعدين نحضروا في كونسيبت يتماشى مع تونس باش نقدموه لسعادة السفير ونجلسوا مع بعضنا جلسه اخرى ومن بعد نشوفوا كيفاش معناتها ان هو الحاجه اللي تتماشى مع تونس ونحققوا الاهداف فيها معناتها هي باش تكون كوبيراسيون ما بين الاتحاد الرياضي ببرلين ومثلا يا وزاره الشباب ولا جامعه من الجامعات مثلا الرياضيه فهمتني باش يكون مشروع معناتها على مدى طويل. قلت لي كنت في دورتموند ما تشوفهاش خطوه التالي هذه انك تمشي الحاجه كما هكا ولا لا؟ بالنسبه لي انا بصراحه لا علاش خاطر المشروع هذا كما نقولوا يهمني خاطر انا كتونسي ونعيش معناتها في مجتمع معناتها جيت معناتها عندي الثقافه نتاعي وعندي الكلتور نتاعي وعندي العادات وتقاليدي ساعات يمكن ما تتماشاش وتتفهم بالغلط فهمتني دونك هذه بالعكس انا كي نكون في مراتب كيف ما كي ومعناتها حاجه تبع الدوله
يمكن نقدم برشا حاجات، نعاون برشا حاجات سورتو اللاجئين اللي قاعدين جدد، يكون انا تواصل ما بينهم وما بين كما نقولوا الاداره والجمعيات في المانيا. دونك حاجه معناها تخليني بالعكس نكون معناتها فرحان برشا كي نوصل نعاون ونقدم ونشرف مثلا تونس ولا شرف العرب بالخدمه نتاعي، فهمتني؟ وتوفيق من عند ربي. صحيح دومين الكره حاجه هذيك ديما عندي، مي ديجا معناتها ما بعدش عليه الدومين معناتها جاني، فهمتني؟ مي جبت فور موا معناتها تدريب كره قدم خيط كومباسيونس يعني حاطه على جنب، وعندي ايكيب ندرب فيها، عندي الاتصال معناتها كيما قلت تحت فتره سنه، والحمد لله يا رب. يعطيك الصحة، شكرا لك كوتش. عايشك اخويا، عايشك، مرحبا بك على كل